الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. وبعد، فاسمعوا لقول الله وعوا، إذ يقول في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وحمد الله، وصلوا على حبيب الله. مع الدرس الثاني بعد الثمانين من دروس الوعظ والإرشاد والتذكير، ومع موضوع مهم، ألا وهو شرط حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: اغتنم خمسا قبل خمس. عباد الله، جاء في مستدرك الحاكم وفي شعب الإيمان للإمام البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يعلم رجلا: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل مماتك، وصحتك قبل سقطك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. صلوا على الحديث. هذا الحديث عظيم يا عباد الله، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا الحديث لو أننا فهمناه وعملنا بما فيه لفزنا في الدنيا والآخرة. فالله سبحانه وتعالى يقول في سورة القصص: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فالمراوحة بين الحياة الدنيا والعمل لها وبين الحياة الآخرة والعمل لها يكون فيه توازن الإنسان، فلا يغلب الإنسان دنياه على آخرته ولا يغلب آخرته على دنياه. فإذا ما غلب دنياه على آخرته أصبح مائلا للشهوات والنزوات، وإذا غلب آخرته على دنياه أصبح ليس كالبشر وإنما كأنه ملاك من الملائكة. ولذلك ذات يوم خرج حنظلة من بيته رضي الله عنه وأرضاه فقال: نافق حنظلة، نافق حنظلة. فالتقى بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في الطريق فقال: ما ذلك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة. قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفرغنا ويملينا ونبكي أمامه ونخشع، فإذا ما وصلنا إلى الديار وخالطنا الأزواج والذرية نسينا كل ذلك، أليس هذا نفاقا؟ فقال أبو بكر الصديق: نافق أبو بكر، نافق أبو بكر. ثم إنهما ذهبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى له حالهما، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: لو بقيتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكنها ساعة بساعة،
قال لهم راه لو كان تبقاو 24 على 24 وانتم في العبادة والابتهال والتضرع وكذا وتنسون الحياة الدنيا ولا تعطون الأزواج حقها والأولاد حقها والعمل والصحة تصبح كأنك ملاك، كأنك ملاك من الملائكة، والله لا يريد لنا ذلك. الله سبحانه وتعالى لو كان يريدنا أن نكون ملائكة لخلقنا ملائكة من الأول، ولكن الله سبحانه وتعالى خلق بشرا من طين، من صلصال، من ماء مهين، وأراده أن يكون خليفته في الأرض. إني جاعل في الأرض خليفة. آدم وذريته عليه السلام، هذه هي خليفة الله في الأرض. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون على قدر الأمانة والمسؤولية، فإن أمانة الاستخلاف يا عباد الله هي من أجل الأمانات، هي من أجل الأمانات، لأن الله سبحانه وتعالى عرضها على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك أول شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: اغتنم حياتك قبل موتك، الحياة بتاعك قبل موتك، لأنك لا تدري متى تأتيك المنية. المنية هي الموت، وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. وقت اللي تجيك الموت لا راد لحكم الله ولا راد لقضاء، مستحيل. إذا كان جاتك الموت راهو باش يقبض لك روحه في الأجل المعين، كما قلنا راهو لكل إنسان أجلين. بعض الناس باش يستغرب كيفاش أجلين، عندك أجل لولاني تعلمه الملائكة المقربون ويعلمه ملك الموت إلى غير ذلك، والأجل الثاني لا يعلمه إلا الله، والأجل الثاني مشروط بالعمل الصالح. مثال ذلك: هذا الرجل أو المرأة سيعيش في الدنيا 50 سنة وسنزيده 20 سنة إن هو كان بارا بوالديه، آكالا للحلال، وقافا عند حدود الله، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. فإذا ما أراد ملك الموت أن يقبض روحك في الأجل الأول كلمه الله: لا يا ملك الموت، زدناه 20 سنة من عندنا كرامة له، لأنه كان بارا بوالديه، ولأنه كان يأكل الحلال، ولأنه كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال الله في سورة الأنعام: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وقال الله على لسان نوح عليه السلام: يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. كيف نجمع بين تأخير الأجل وعدم تأخيره؟ نقول أن كل إنسان له أجلين: الأجل الأول بميقات معلوم، والأجل الثاني بميقات معلوم. فإذا ما جاء أجلك بالميقات الأول فإنك لا تستأخر ساعة ولا تستقدم ساعة، بل ثانية، بل جزء من الثانية، لا تستقدم ولا تستأخر. وكذلك في الأجل الثاني، يعني متعك الله ب20 سنة أخرى لتزيد في الطاعات ولتتقرب إلى رب الأرض والسماوات، بعد ذلك عندما يأتيك الأجل في الثاني أي ملك الموت عند قبض روحك، كذلك لا تستأخر ساعة ولا تستقدم ساعة، بل أقل من ذلك، لا تستقدم جزءا من الثانية ولا تستأخر جزءا من الثانية. هذا والله تعالى أعلم. فلذلك يا عباد الله على الإنسان أن يغتنم حياته قبل موته، لأن الوقت اللي تموت ينقطع العمل بتاعك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، أنام الثلاثة يلزمنا ديما نحطوهم، حط واحدة منهم اخدم عليها، لأنك أنت إنسان رباني ماكش إنسان بتاع حياة الدنيا. الدنيا زائلة، الدنيا كأن كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم أكمل المسير. الدنيا أيامها قليلة زائلة ثانية، وإن الآخرة هي دار القرار، وإن الآخرة هي دار القرار.
ولذلك على الإنسان أن يغتنم صحته قبل يغتنم حياته قبل مماته. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم بثه في صدور الرجال، أو ولد صالح يدعو له. والولد الصالح يقصد به الذكر والأنثى، وعلم بثه في صدور الرجال يقصد به الرجال والنساء. أمر شوف، لأن لفظ الرجال يشمل الرجال والنساء. واضح؟ كأن تقول جاء الأمير إلى المدينة. أخي الأمير باش يجي وحده المدينة، ما هو الحاشية نتاعه. فذكرت العشرة، وذكرت اللي هو ظاهر، ونسيت الآخر. النسيان هذاك هو مخفي وراء الشيء الذي ذكرته. وقت اللي يقول لك معناها في صدور الرجال، رأى في صدور الرجال والنساء. وقت اللي يقول لك ولد صالح يدعو له، رأى يقصد به الولد سواء كان ذكر أو أنثى. وقت اللي يقول لك ربي سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم، رأى يقصد فيه الذكور والإناث، إلى غير ذلك. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة في ذلك سواء بسواء. يعمل الإنسان صدقة جارية. شو الصدقات الجارية؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم برشا أشياء تجري على ابن آدم الأجر وهو في قبره، كمثل ذلك حفر بئر لابن السبيل، الآبار هذه باش يشربوا منها الماء، ورث مصحفا، بنى مسجدا. واضح؟ حتى المصحف، عندك مصحف نهار كله تقرأ فيه، وصيت أولادك قلت لهم أقرأ فيه كما كنت أنا أقرأ فيه، هذاك راه صدقة جارية. أما شوف، وبناء المستشفيات، وبناء المعاهد، وبناء المدارس، إلى غير ذلك، كل ما هو فيه خير للعباد والبلاد، كل ذلك يجري عليك الأجر وأنت في تلك الدار. أو علم بثه في صدور الرجال. العلم علم الشريعة، وعلم كذلك الدنيا. علم الشريعة من أفضل العلوم، علم القرآن وما يتعلق به، والحديث وما يتعلق به، والفقه وما يتعلق به، إلى غير ذلك. فعلى الإنسان أن يعكف على هذا العلم، ولا ينسى العلوم الأخرى، فإن العلوم الأخرى مطلوبة كذلك لحياة الإنسان، كعلم الطب وعلم الهندسة، أي نعم، وعلم البناء. والعلوم هذه يلزم يعلم، ما يموتش ويخلي العلم عنده. قل لا، هذه الأشياء هذه راني مانيش باش نعلمها لحتى الإنسان، لا، بالعكس، علم باش تلقاها نهار آخر. فلذلك يا عباد الله، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم حياتك قبل مماتك، لأن الحي هو المكلف، لأن الحي هو المكلف، لتنذر من كان حيا، أي ليطبق أحكام القرآن الأحياء، ما هوش باش يطبقوه الأموات. الأموات مروا إلى حال سبيلهم، أما الأحياء هم اللي باش يصلوا، والأحياء هم اللي باش يصوموا، والأحياء هم اللي باش يتصدقوا، إلى غير ذلك. واغتنم صحتك قبل سقمك. هذه ديما يا عباد الله نعودوها، راهي الدنيا فرص. إيش معناها فرص؟ لميت فلوس، شاهي تعمل عمرة امشي طول العمر، شاهي تعمل حجة وجاتك الفرصة للحجة، برا للحجة، ما عادش تخمم في حتى شيء، ما عادش تخمم في حتى شيء، ما عادش تخمم هذه خلت الزوجة وخلت الأولاد وخلت المشروع. يا أخي أنت كيف تموت باش يضيعوا الزوجة والأولاد؟ ما يضيعوش، لهم رب حي قيوم، قيوم السماوات والأراضين، ورزقكم وأنتم في بطون أمهاتكم، أيعجزه أن يرزقكم وقد أخرجكم إلى الأرض؟ فالإنسان وقت اللي تجيك الفرصة امشي طول، حبس الأمور الكل، العمرة، الحجة، علاش حسب رأيك؟ لأنك باش تمشي غادي تعمل المناسك وأنت شديد، وأنت في الصحة، وأنت في العافية، الطوف بالبيت، تسعى بين الصفا والمروة، وتصعد للجبل، وتمشي وتعمل وكذا. أما إذا كان أنت فرطت في صحتك، وطحت في المرض، وجاتك الفرصة الأولى والثانية وضيعتها، جاتك الفرصة وأنت يعني في صحة يعني تعب علخ، إما أنك تمشي محمولا غاد باش يبدو يهز فيك وكذا، ولا تتمتع بالمناسك، أو أنك لا تستطيع الذهاب مطلقا، ما عادش تجي تمشي. علاه؟ لأنك طحت في المرض، وليت متولهي بالمرض، وفلوسك الكل ماشية للمرض، إلى غير ذلك.
فاغتنم صحتك قبل مرضك، احفظ توه في شبابك وفي صحتك، احفظ القران واحفظ السنن واحفظ كذا، ما تقولش ها وما زال بكري راه ما عادش تنجم. انا نتذكر وقت اللي كنا نحفظ في القران احنا صغار، يجيني شيخ ويقول لي يا ودي راجع القران توه ما دامك صغير، راجع راهو باش يجيك نهار ما تنجمش تراجع حتى صفحه ما تنجمهاش. وكنا نراجع يومئذ يوم ذاك 30 حزبا في اليوم و40 حزبا في اليوم، ومنهم من يختم القرآن كل يوم. خلقت عليهم غالي في الجنوب كل يوم يعمل ختم كل يوم. ولكن لما تزوجنا وتفرغنا للعمل جاء كلامه كان كلاما صحيحا، يمر به اليوم واليومين ولا يستطيع أن يقرأ صفحة من القرآن. فلذلك اغتنم اغتنم صحتك قبل مرضك، واغتنم شبابك قبل هرمك. راي فما اشياء يعملهم الانسان في الشباب، هنا نشوفه نحن في برشا رياضيين ضيع روحه في الشباب، عبى الفلوس عبى الفلوس برا يود يكون لخرى اعمل حاجه اعمل مشروع، لا ماشي فيها في المخدرات وفي الشراب حشاكم وفي الزنا وفي الفسق، ومن بعد كبر ما يلقى حتى شيء، الناس الكل لوحوه حتى باش يكري دار ما يلقاش، ضيع روحه. كان رياضي وكان كذا ويدخل في الفلوس ما شاء الله مليارات، الكلها مشت الكلها مشت فيما لا يعني، لان هو ما خدمش مخ. وديما نعاودوه راهو مثل الحياه الدنيا ومثل الحياه الاخره كمثل رجل له بيتين اعطى لفقيرين هذا بيتا ولهذا بيتا، وقال له افيدك 3 سنين وعندكم انتم الاراضي وابنوها، راهو بعد 3 سنين مش نجي نهز الدار بتاعي. اما الاول فعمل ليلا نهارا على بناء ارضه حتى اكملها، في اليوم الذي جاءه صاحب البيت مد له المفتاح قال بارك الله فيك، الاخر كل مره يقول هاو مازال بكري هاو مازال عندي الوقت هاو مازال، حتى جاء الاجل فقال له اعطني مفتاح داري وباش يخرجك بالقوه لانه اكثر منك سلطانا، فأخرج وأذهب به إلى مكان بعيد مع العائلة بتاعه والدبش وكذا. أغا يا سيدي مثل ملك الموت إذا جاء للإنسان، ملك الموت راه ما يستناش ما يقولكش يا زيدني دقيقة ولا اثنين، باش يطلع الروح بأنه أقوى منك، لأن الله سبحانه وتعالى جعل له سلطانا على الإنسان وجعل له سلطانا على بقية المخلوقات، لأننا قلنا أن ملك الموت هو الذي يقبض جميع الأرواح الإنس والجن والملائكة وحتى الحيوانات، والله تعالى أعلم وأحكم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. عباد الله، ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يوصي هذا الرجل وفي وصاياه وصايا لنا نحن، لأنه لما يقول له اغتنم حياتك قبل موتك، واغتنم صحتك قبل سقمك، واغتنم شبابك قبل هرمك، واغتنم غناك قبل فقرك. الغنى اليوم غني انت، واليوم اعطاك ربي سبحانه، واليوم يعني يسر لك ربي سبحانه وتعالى السبل، وليت ما شاء الله من الاعيان تاع البلده. ماذا صنعت بذاك المال؟ لك الحق ان تاكل وان تشرب وان تبني العقارات وان تشتري السيارات، المهم ان تخرج زكاتك ولا تنسى المسلمين الضعفاء منهم والارامل واليتامى. هناك رجل من الصالحين يا عباد الله كل مره يلم في طرف فلوس قال هذه باش نمشي نعمل بها حج، وما تحكولي حتى حكايه ساعات حتى اولاده يوكل الشر ويلم باش يعمل بها حج. في يوم من الايام في الليلة التي من الغد سيذهبون إلى الحج، وهذا هو عبد الله بن المبارك رضي الله عنه وأرضاه، بعد ما صلى العشاء وهو مروح للدار
رأى مشهدا أفزعه، انشرح صدره له، تفطر صدره مما رأى. ماذا رأى؟ رأى امرأة تربش حشاك في الزبلة، فأخذت دجاجة ميتة وذهبت بها، فقال يتبع فيها حتى تحصل. قال ايش تعمل؟ الدجاجة ميتة ايش تعمل بها؟ قال راه اليوم نسم كأنه يوم عيد عنه، راني باش نروحها ونخطبها، نروح بها ونحطها في الماء الساخن ونوكلها العيال، راهو عندهم 3 أيام ما كلوا شيء. أين زوجي؟ زوجي مات. امرأة تعول عيالا يتامى. ماذا قال؟ قال لها انتظري هنا. فذهب ورجع بكل المال. شفت الناس؟ المال الكل ما خلى شيء، ما خلى شيء. فلوس الحجة الكل ما ادهالها ورجع، والناس الكل أصحابه هكا هو غدوة بحول الله ماشيين، غدوة هو يقول لهم غدوة بحول الله ماشيين. ذهبوا ووجدوا هنالك رجلا يشبه عبد الله بن المبارك، يعلم الناس السنن في الحرم ويبين لهم المناسك، وهو في الزلدة بتاعه يروح. قالوا له يا اخي مشي تقبلنا وروح تقبلنا، احنا نلوجوا عليك باش نسالوا كذا. قال لهم وش بيكم يا اخي؟ قالوا له راهو ما من موطن الا ورايناك فيه. سبحان الله، سبحان الله، هيأ الله له ملكا يشبهه، ها، فأدى المناسك كما يجب. وليس عجيبا عن الله سبحانه وتعالى ان يكون هو، يعني عبد الله المبارك رحل الى تلك المكان عادي جدا اللي نحن نسمو فيه بكر اهل الخطوه، يصلي الظهر في تونس والعصر في مكه عادي، لان ناس اخلصوا لله سبحانه وتعالى. ولذلك قلت لكم اغتنموا الغناء نتاعكم قبل الفقر نتاعك، غناك قبل الفقر. حط انت الاهداف نتاعك في الدنيا، والمال هذاك رجع له ربي وسيله باش تشري بها وتعمل بها وكذا. المهم ان يكون في مرضاة الله سبحانه وتعالى، ان يكون في مرضاة الله. والاخيره واغتنم فراغك قبل شغل، هذا هو مربط الفرس. شفت الفراغ بتاعنا؟ عندنا برشا فراغ، برشا فراغ. الانسان مثال 60 سنة، 60 سنة نصها نوم، هذا 30 سنة كلها نوم، والنص الاخر 30، وقت ايش بلغ؟ 14 15 15 سنة عبادة كلها، لا مرة يصلي ومرة يبطل، ومرة يصليها بعد وقت ومرة كذا، يعني باش تعصرها عمرك الكل تعصر، تبقى عامين عبادة خالصة لله سبحانه وتعالى. الأوقات الأخرى ولهي ذهبت هباء منثورا، ذهبت في النوم. ولذلك على الإنسان أن يغتنم تلك الفراغات كي تكون له حسنات يوم القيامة. تعرف معناها؟ تقول اللهم اجعل نومي هذا تقوية لي لصلاة الصبح، تولي النوم نتاعك الكل فيها أجر، أنت راقد والملائكة تقيد لك. شفت كيفاش؟ الفراغ عندنا برشا فراغ، وتقول لك والله ما عندي ما نعمل، ما عندي ما نعمل، والله عندي نهارين ما عندي ما نعمل، خرجت في الرتريت ما عندي ما نعمل، العطل ما عندي ما نعمل. يا ولدي عندك أعمال، عندك أعمال. ربي سبحانه وتعالى جعل هذه الشريعة موزعة ومنظمة، وجعل أوقات الصلوات بعيدة على بعضها البعض، وكل ما بين صلاة وصلاة لك في النهار سبحا طويلا. في النهار أعمل وخدم كذا وكذا، وإنسان يعمل بالليل وإنسان يعمل بالنهار، الزمن غير عظيم عند الله سبحانه وتعالى. قال الله في سورة القصص: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، يعني ما عندكمش نهار، ليل، من إله غير الله يأتيكم بالضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. شفت الآيات محلاها وما أعظمها، والكلمات سرمد
ليل كامل ما فماش لا شمس ولا شيء، شكون مش يجيب لنا الضياء حتى الا الله؟ ها هو القوه نتاع الربوبيه والقوه نتاع الالوهيه، لا ثم حتى ربنا غير الله سبحانه وتعالى، الله وحده لا شريك له. ولذلك كلما تمعنت في ايات الله سبحانه وتعالى المكتوبه والايات الكونيه علمت ان الرب سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء ولا يشبهه شيء، وهو اكبر من كل شيء، وهو عظيم القدر والشان، وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اني داع فامين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، واصرف عنا شر ما قضيت، انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، يا ذا الجلال والاكرام، يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اشرح بالصلاه عليه صدورنا، ويسر بها امورنا، وفاج بها كروبنا. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وتسقينا بيده الكريمه شربه هنيئه لا نظمأ بعدها ابدا، يا رحمن يا رحيم. اللهم احفظنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واجعل هذا البلد امنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، واقم الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.